اليوم بلشنا كتير بكير وطلعنا على أميون. من أميون رحنا على كسبة وهلأ نحن ببشمزين ومكافيين المشوار رحينا على الكفور بعدين على الزوق. فينا نقول بكل فخر أنه نحن كنا الأولين بلبنان وبالعالم العربي وبالعالم أنه طلعنا حتى نحن نلاقي المصابين ولنحن نكون حدهم وقلنا لهم ما تجوا لعنا نحن رح نجي لعندكم، وإذا ما عندكم القدرة تدفعوا حق الفحص نحن رح ندفعوا عنكم. نحن هلأ بهاي المرحلة testing for releasing، نرجع من عيد أنه هالفترة كتير مهمة، الفحوصات فيها مفروض تطلع أرقامها 2500 فحص بنهار لحتى نقدر نتابع هالمرض، وخاصة لأنه العالم جوعاني صار عم تظهر من البيوت ما عم تحترم كل التدابير يلي مأخوذة، لأنه الثورة رجعت ولعت، لأنه في كتير شحن كمان بالمجتمع عم بيرجعوا على الساحات وعلى التظاهر، ولأنه كمان تخفيف التعبئة العامة عم بيصير بشكل منه مفعل مثل ما صارت التعبئة العامة من قبل الدولة، فعم نحس إنه في هالاستخفاف شوي بكل التدابير، والعالم تقريبا رجعت على حياة طبيعية بشكل سريع بدون أخذ الاحتياطات اللازمة. بنرجع بنذكر هون هالأربع أشياء: غسيل الإيدين كتير مهم، الكمامة كتير مهمة، الديستانسينج يعني يكون فيها المسافة بين الأشخاص بس يكونوا مجتمعين كتير مهمة، والفحوصات اللي عم نعملها. الحملة هيدي هي قسم من حملة كتير أكبر اسمها Healing with Compassion، انعملت مشان تساعد الناس، مشان نجيب الخدمات الطبية للعالم يلي صعب عليها انه تتلقى الخدمات الطبية. فأنا كوني كمان من بشمزين من المنطقة بدي اتوجه بالشكر لكلية الطب وللمركز الطبي بالجامعة اللبنانية الأمريكانية لأنه اجوا اليوم وشملونا من ضمن هالحملة، خصوصة دكتور جاك مخباط، دكتور جورج غانم، والأستاذ سعد الزين يلي هن مسؤولين عن نجاح الحملة. بدنا نرحب فيكم ونشكركم على هالمجهود يلي عملتوه، ونشكركم لأنه شملتوا ضيعتنا بشمزين ضمن الحملة يلي عم تعملوها. فنحن عرفنا بالموبايل كلينيك فتحمسنا وتواصلنا معكم، ونتشكركم على تلبية نداءنا وعلى تخصيص PCR تيست ببلدة بشمزين. بشكر الجامعة اللبنانية الأمريكية LAU بشخص رئيسها الدكتور جبرة، وبفضل الدكتور جاك مخباط والدكتور جورج غانم اللي اهتموا بهذا الموضوع، ومنشكركم. منشكر LAU على المبادرة يلي قامت فيها إننا نعمل فحوصات لPCR كورونا فيروس بزوق مكايل، وهيدي المبادرة هي مبادرة خيرة وإنسانية، وإن شاء الله ما بيطلع عنا إصابات ومنطمن بالنا أكثر وأفضل بهيك وضع.